كنتي بغيت نسولك. هي الحبيبه ديالي اش نخصك؟ عافاك لما قولي لي اش درتي حتى غلطتي، راني وليت حالتي حاله، الراجل قرب يطلقني. لا حبيبتي ما درت والو، غير الماكله والراحه والنعاس. بصح ما درتي زعما لا وصفه لا حتى شي حاجه، لا فانين لا دواء لا والو. لا 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 لا, لا ما كنتفرجش في شي وصفه وما كندير لا دواء لا حتى شي حاجه، داكشي عطاه ليا ربي من عنده. الكبيدات ديالي علاش درت لكم وصفه في خاطر دوك المسيميمات اللي كيقولوا لك ما داروا حتى شي حاجه. اليوم وصفه اكثر من رائعه لتكبير المناطق الانثويه، تكبير الوجه، السيقان اللي ديات. المهم اي منطقه انثويه عندك ضعيفه بهاد المكونات اللي عندنا في هاد القريعه غادي تلقاي عليها الحل. خليك معايا. السلام عليكم الكبيدات ديالي، السلام عليكم يا اغلى والقى متتبعات ديال قناه كوثر فلوكس. نبدا النهار ديالنا ولا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاجمعين. شكرا لكم على التعليق ديالكم، على اللايكات ديالكم، على الاراء ديالكم، على الانتقادات ديالكم، لهلا خطيكم عليا. ولاول مره كيتصادف مع القناه ديالي، مرحبا والف مرحبا بالانضمام للقناه. بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بزاف منكم الكبيدات ديالي كيطلبوا مني كوثر نسيتينا بزياده الوزن، زيدينا من وصفاتك الطبيعيه ديال زياده الوزن وتكبير المناطق الانثويه. مرحبا كبيدات ديالي، انا تحت الطلب ديالكم، انا كنمشي مع الاغلبيه اشنو كيبغيو. مرحبا كيف ما كتعرفوا على وصفاتي الطبيعيه، اليوم جبت لكم وصفه اكثر من رائعه لكم. والله البنات الى واعره بزاف، ولكن خصكم تفرجوا في لافيديو كامله باش تشوفوا طريقه الاستعمال، حيت كلشي على طريقه الاستعمال. وقبل ما نبداو في المكونات ديال اليوم، بغيتكم كاملين ديروا اللايك اكيد حيت غادي يعجبكم الفيديو. يلا خليكم معايا مع المكونات. بسم الله على بركه الله، في اول مكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه ديال اليوم وهو الكبيدات ديالي، السمسم اولا الزنجلان. كلشي كيعرف ان السمسم في اي وصفه ديال زياده الوزن اولا تكبير المناطق الانثويه اولا ديال التسمين ما يمكنش نستغناو على السمسم، حيت السمسم كيتوفر على دهون، كيتوفر على ماده الاستروجين اللي كتحتاجها الانثى اولا كيحتاجها الجسم في الزياده او في تكبير المناطق الانثويه. بنات السمسم عنده فوائد كبيره، يعني ما تخافوش منه، ما عنده حتى اضرار، بالعكس كيزيد في العضله النائمه وكيزيد تيقوينا، كيعطينا واحد الطاقه في لاجورنين كاملها وهو السمسم. المهم البنات نتمنى تكون تتضح لكم الاضاءه شي حاجه اللي واعره في اول مكون. كناخذوا الكميه بالنسبه للكميه، البنات كل واحد يستعمل الكميه اللي بغى، نفس الكميه غادي تستعملوها في المكونات كاملين اللي غادي ندير معكم. بالنسبه لي انا هنا دايره جوج معالق كبار، جوج معالق كبار البنات ديال الزنجلان يكون منقي، وتقليوه شويه في المقله، ما تخليوش حتى يتحرق هكا البنات. المهم تيتحمر لكم شويه فقط، ما تخليوش البنات حتى يتحرق حيت غادي تقتلوا دوك الدهون وغادي يولي لينا مسمم. لا الكبيدات غادي تشدو شويه في المقله اولا في الفران شويه هي تسخنوه باش يطلق الزيت ديالو او الدهون ديالو اللي دام ديالو، صافي من بعد تطفيو على المقلات. هكا بالنسبه للمكون الثاني كذلك وهي زريعه الفصه اولا البرسيم. نتمنى انا كتضح لكم الاضاءه والصوره باينه كبيدات. بالنسبه لزريعه الفصه اولا البرسيم دايره بحال شكل نيت السمسم، ولكن كتكون الحبيبات ديالها رقيقه وصغيره. معروفه الكبيدات ديالي بهاد زريعه الفصه لزياده الوزن وتكبير العضله النائمه. المشكل البنات اللي تيكون عندهم الخفصه اولا ما كيكون عندهم داخلين الجناب. المهم وصفه رائعه لتكبير المناطق الانثويه وزياده الوزن. قلبوا على كل حاجه، غنخلي لكم كلشي هنا الفوائد ديالو، غنخليهم لكم في الفوق باش تشوفوا فوائد كل حاجه. كي قلت لكم هذه الوصفه اللي درت اليوم فقط للحوامل هما اللي ما يستعملوهاش، وصفه رائعه طبيعيه. واخا تكوني كاع يعني مع يعني عندك الوزن هو هذاك، خاصك ضروري هاد الماده كتعطي الطاقه وكيعطيو بزاف ديال الحوايج، انك ما باقيش تستغني على بحال هاد الوصفات الطبيعيين الكبيدات. المهم المكون الثالث بالنسبه لزريعه الفصه الكبيدات ديالي، نسيت ما قلت لكم انا حتى هي تحمر شويه شويه البنات، ماشي تحرق كيف ما كتشوفوا معايا، تحمر شويه حيتاش هي اصلا اللون ديالها هكا مغلوق بني غامق، غادي تحمرها واحد شويه كي حمرتوا الزنجلان فقط. بالنسبه للمكون الثالث وهو الشوفان اولا الخرطال، معروفه الكبيدات ديالي وغنيه عن تعريف زياده الوزن وتكبير العضله النائمه، زياده الصدر وزياده يعني نحت اون جينيرال الكبيدات، نحت المناطق الانثويه. هذه الوصفه حتى بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي الوجه ديالهم نحيف، هذه الوصفه كتزيد من المناطق الانثويه،
كتزيد لينا السيقان وليديات وكذلك الوجه، يعني اي حاجه الانثى خصها تعمر كي تعمرها لنا هذه الوصفه، حيتاش المكونات ديالها ديروهم بعويناتكم مغمضين الكبيدات. هذا بالنسبه للخرطال ما كنحمروش، كيدار هكاك، ومن الاحسن البنات تاخذوا كي تنقول لكم ديما ديال الباكيه ماشي ديال اللعبه. المكون الرابع، وهو ما يمكنش نديرو زياده الوزن ونديرو تكبير مناطق الانثويه ونديرو هادشي كامل وما نديروش على الحلبه، كذب عليكم كذاب البنات، ما كايناش شي وصفه بلا حلبه. الحلبه شي حاجه، الحلبه انا كنسميها الحبيبه ماشي الحلبه، واعره البنات ما خاصكمش تستغناو عليها في الطياب ديالكم في الماكله ديالكم. واعره البنات علاش كنقول لكم هادشي، حيتاش البنات انا عانيت بزاف كي قلت لكم من المعده مبوزوي، يعني المشكل ديالي اللي في الاول انني كنت ناكل فاش كنت بنت ولا صغيره كنت ناكل ماكله زنقه بزاف، وهي اللي اثرت عليا، وكناكل بروده ولي كلاص والمناضه بزاف ديال هادشي انا كنت نحماق عليه، هو اللي سبب لي الامراض. هادشي بين قوسين البنات باش نفسر لكم علاش كنحماق على هادشي الطبيعي وعلى الحلبه وهادشي، حيتاش هما ما خليتش شي طبيب، ما خليت ما خسرت في الفلوس تحت ما لقى لي الدواء ديالي، الحمد لله ربي شفاني وجاب لي العلاج حتى لي ديا. داكشي علاش وليت كنبارطاجي معكم بحال هاد النوع، باش الناس حتى هما اللي بحالي وكانوا بحالي حتى هما ينوضوا يضربهم الفيقه وينوضوا يعطيو هادشي طبيعي، وتشوف صحتهم كتولي، البنيه ديالهم كتولي، المورال كيولي، اي حاجه عندنا في الطبيعي هي حنايا ما نكونوش غافلين عليها. هادشي بين قوسين كبيدات ديالي كي قلت لكم الحلبه. الحلبه غنيه عن التعريف انها واعره زياده الوزن، تكبر الصدر، المناطق الانثويه، لانها كتحتوي على ماده الاستروجين. هذا هو رابع مكون كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للحلبه كيف ما كتشوفوا معايا حتى هي شويه محمره، ضروري البنات محمره ضروري. اخر مكون هو معنا هو حبه حلاوه، ما يمكنش نهضروا على تكبير المناطق الانثويه وما نقولوش حبه حلاوه. والله البنات ما كنبيش نحلف لكم الا واعره لتكبير الصدر بالخصوص حبه حلاوه، كتحسي انك الفوليوم ديال الصدر ديالك انه بحال عمر لك بشي حاجه، ولا والله البنات ما كذبت لكم شي حاجه اللي زوينه لتكبير المناطق الانثويه هي حبه حلاوه. كيف قلت لكم نفس المقادير فيهم كاملين، انا دايره زوج معالق، اللي بيدير كميه اكثر يدير كميه اكثر. المهم انا نشارك معكم الوصفه. بالنسبه للمكون الاخر وهي الفوه، البنات الفوه واعره واعره لزياده الوزن، تحيد لينا السخفه، فقر الدم، المراه اللي كتنوض صفره من الصباح وكتنوض سخفانه وما عندها خاطر لولادها وكتنوض فاتيكي ما قدش تهز الكاس من الميده، ايها الكبيدات هاد الوصفه ما تخطاكمش العيالات، عافاكم البنات العيالات، وصفه رائعه وما كاينش اللي غيقول لكم على الهضره. كتسولي البنات باش غلاضيتي كتقول لك والو عند الله حتى ناكل، والله البنات الا كلشي جلس على الوصفات وجلس على وصفات بحال هادشي الطبيعي وعلى الحسات وعلى باش يقادوا لاطي ديالهم، لا ما درتيش هادشي كاينين ليا ما نكذبوش، اللي داكشي من عند الله عنده، ولكن اللي تتشوفيه اليوم كان ضعيف وغدا غلاض عفوا انه خدم على راسو وبوصفات طبيعيه، وانا كنعرف ناس والحمد لله مني وجبد الحمد لله بخير وعلى خير. المهم الكبيدات ديالي بالنسبه لهذا المكون، بالنسبه لحبه حلاوه ما كتحمرش، بالنسبه للفوه ما كتحمرش، عندنا ثلاث مكونات اللي كيتحمروا هو السمسم، زرعت الفصة والحلبه. غناخذوا هذه المكونات الكبيدات ديالي ندوزوا دابا نطحنوهم كاملين. الكبيدات ديالي صافي اخر مرحله اللي غادي نديرو دابا، من بعد ما شرحت لكم المكونات غادي ناخذو نطحنو كل مكون، نديرو الطحانه ديالنا كيف ما تشوفوا معايا، طحانه هكا اللي كنطحنو بها، غادي نطحنو كلشي على يدينا، نطحن الحلبه نطحن كلشي، وغادي نديرها في هذه القرعه اللي عندي معقمه ديال الزاج ما تكونش ديال البلاستيك. صافي البنات باش ما يجيكمش لا فيديو طويل، يلا البنات نطحن كلشي من بعد نرجع معكم باش نوريكم اهم حاجه وهي طريقه الاستعمال ديالي. صافي رجعت معكم بعد ما طحنا المكونات كيف ما كتشوفوا معايا، من الاحسن تكون في قرعه ديال الزاج وعلى حسب كل واحد فيكم. بالنسبه لي انا كنت دايره زوج معالق كبار، زوج معالق، وهاد الوصفه مصوبه للصديقه ديالي تحيه لها من هنا غادي تكون عارفه راسها. المهم بالنسبه لكم نتوما ديروا لكم الاختيار، ديروا كاس كبير، ديروا 5 درهم كل مكون على حسب. بالنسبه لطريقه الاستعمال عندكم الاختيار الكامل، ولكن تصنتوا لي كبيدات بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحليب اولا كيشربوا الحليب ماشي مشكل، ياخذوا حليب سخون، عمركم ما تاخذوا في الوصفات حليب بارد، حليب سخون تاخذوها. الناس اللي نحف بزاف ياخذوها 3 المرات في اليوم، من بعد الفطور، من بعد العشاء، من بعد الغداء، من بعد باش الوجبه الاخرى تاكلي مزيان وان شاء الله الحاجه اللي كليتي تبان فيك. المهم الكبيدات ديالي بالنسبه للناس اللي ما كياخذوش الحليب اولا فيهم بومزوي ما نصحهمش يديروا الحليب، غادي ديروها الكبيدات ديالي في الشوكولاط كذلك 3 المعالق كبار. بالنسبه
الا عندك بحال هكا بقى فيها بحال هذا الشكل الكبيدات ديالي، حاولي انك هاد القرعه كامله تخوي فيها وتصوبيها وتبقاي تاكلي 3 المعلقات في اليوم، من بعد الفطور، من بعد الغداء، من بعد العشاء. كذلك الناس اللي كيبغيو في دانون او لا في دانون، اما ديال الشوكولات اما بيرلي، هادو هما جوج اللي ننصح بهم لزياده الوزن. بالنسبه لدانيت ديال الشوكولات وبيرلي فعلا كيزيدوا من الوزن، او لا الشوكولات وخصوصا هاد الشوكولات نيوتيلا البنات كيزيد من الوزن بواحد الوتيره ما نعاود لكمش. هذه هي طريقه الاستعمال الكبيدات 3 مرات كيف ما قلت لكم، ونتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه. بالنسبه للناس اللي ما ياخذوهاش الحوامل، حيتاش الحوامل فيها الحلبه فيها زريعه الغصه، الحامل تتكون سونسيبل حيتاش الحلبه. ها علاش؟ حيتاش الحلبه كترخي وكترخي البيبي في الكرش، وفاش كيتزاد كيكون فيه واحد المرض كنقولوا ليه الحل، يعني البيبي ما كيكونش جامع عظيماته كيكون محلول. ها علاش كنقولوها؟ وكذلك كتسبب الاجهاض الله يستر. المهم الكبيدات ديالي نتمنى نكون قلت كل شيء في هذه الوصفه وعطيتكم كل شيء. بالنسبه للناس تبون مزوي ما ياخذوش الحليب، من الاحسن ياخذوها بحال هكا مع الشوكولات ولا شي حاجه، ما ياخذوهاش مع الحليب كاع حيتاش الحليب ما مزوينش الناس تعبو مزوي. بالنسبه للناس العادي ما عندهم حتى مشكل زوينه لهم. بالنسبه للناس السكري يقولوا لي فيهم مرض السكري زوينه لهم ما عندها حتى شي ضرر. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي ديال اليوم، واكيد غادي تعجبكم حيتاش كلها فوائد كلها منافع. الى ما نفعتكم ما غاديش تضركم، كنحماق عليكم يا احلى كبيدات. فيديو جاي ان شاء الله، سلامه وما تنساونيش باللايكات.